إلى مع مشاركة جهة العيون الساقية الحمراء. وفي النشرة أيضا افتتاح النسخة 13 للمعرض الجهوي للصناعة التقليدية بالداخل. ومن تيزنيت فعاليات كأس المسيرة الخضراء للكرة الحديدية في نسختها الرابعة. حياكم الله من جديد. مستهل النشرة بأصداء الخطاب الملكي السامي من العاصمة السنغالية دكار بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء في وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة. الصحافة السنغالية والعربية والدولية توقفت عند الإشارات القوية التي حملها الخطاب الملكي والذي جاء ليعزز الدور السياسي والاقتصادي للمغرب في قارة استراتيجية كإفريقيا. تقرير لعياد سرس من داكار. خطاب ملكي ربط الماضي بالحاضر ووضع خارطة الطريق نحو المستقبل. خطاب بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، حدث حظي بتغطية إعلامية واسعة بدت أولى عناوينها عبر وسائل إعلام سنغالية. صحيفة لوسولاي تناولت الزيارة الرسمية الثالثة في غضون 4 سنوات بعد زيارتي سنتي 2013 و2015، ووقفت عندما يجمع البلدين من علاقات عريقة ومتميزة وتعاون متعدد الأبعاد. لونكت صحيفة أخرى أفردت حيزا هاما لهذا الحدث وتحدثت عن رمزية الخطاب الملكي من العاصمة السنغالية دكار وما يحمله من دلالات. صحيفة ثالثة تناولت الموضوع لوتيموا كوتيديان وتوقفت عند خصوصية اكتسبها المغرب تمثلت في تكوين الأئمة ليس فقط في بلدان إفريقيا وإنما أيضا بالديمقراطية الغربية الكبرى بهدف نشر قيم ومبادئ الإسلام المعتدل والتصدي للفكر المتطرف. جريدة لوبسيرفاتور من جانبها أسهبت في مظاهر الاحتفال والاستقبال التي خص بها آلاف السنغاليين ضيفهم الكبير. الخطاب الملكي من دكار حضر أيضا بدلالاته في وسائل الإعلام العربية، وهنا نتوقف بالبحرين حيث الإعلام السمعي والبصري والمكتوب أولى اهتماما خاصا لهذا الحدث، حيث استعرضت مختلف الوسائل الإعلامية مضامين الخطاب الملكي وتطرقت لقرار العودة إلى الاتحاد الإفريقي كقرار سيادي، كما أبرزت المواقف التي تطرق إليها الخطاب الملكي ذات الرمزية العميقة في العلاقات المغربية الإفريقية. والقنوات التلفزية العربية هي الأخرى وقفت عند أبعاد الحدث ودلالاته على الصعيدين المغربي والإفريقي. وببلجيكا فقدمت القنوات التلفزيونية تقارير إخبارية تضمنت مقتطفات من الخطاب الملكي حول البعد الإفريقي والسياسة الخارجية للمغرب ورمزية الحدث. وببلجيكا دائما تحدثت صحيفة لاليبغ بلجيك عن الاهتمام الخاص لجلالة الملك لتنمية الشراكة التي تعود بالنفع على المغرب وشركائه الأفارقة في إطار سياسة رابح رابح. أبا الآن نفتح نافذة حول مشاركة الجهات الجنوبية في فعاليات قمة الأطراف حول المناخ بمراكش. إذن إلى أخبار القمة العالمية حول المناخ COP22 المنعقدة بمراكش، حيث تشارك جهة العيون الساقية الحمراء على غرار باقي جهات المملكة في هذه التظاهرة البيئية العالمية. مراسلة من مراكش لإبراهيم جدود وصالح رقيبي. منذ انطلاق القمة العالمية للمناخ COP22 يسهر رئيس جهة العيون الساقية الحمراء على ترأس اجتماع تنسيقي يومي لتصدير برنامج العمل، وذلك إلى جانب رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون السمارة عطر من المركز الجهوي للاستثمار بجهة العيون الساقية الحمراء وأعضاء الائتلاف المغربي للعدالة المناخية وبعض أطر مجلس الجهة، حيث يعملون جميعا بروح الفريق للبسم على مشاركة نوعية تليق بحجم هذه التظاهرة العالمية. الكل واعي بحجم المسؤولية التي تضاعفت بعد النجاح الكبير للقمة القبلية للمناخ التي نظمت مؤخرا بالعيون. مشاركة الجهة هي مشاركة ناتجة عن
الحدث اللي كان قام مدينة العيون واللي هو القمة القبلية اللي من خلالها ناقشنا عدة مواضيع متعلقة بالبيئة متعلقة بالتغيرات المناخية، ومن خلالها اللي خرجنا بتوصيات هي اللي شاركنا بها الآن في القمة العالمية ديال كوب 22 اللي منعقدة في مراكش من ما بين 7 و18. على كل حال الجهة الآن عندها محورين أساسيين. المحور الأول هو خيمة اللي متواجدة مع يعني في الجناح الخاص بالجهات جهات المملكة، وهناك رواق آخر متواجد يمثل الجهة في المنطقة الخضراء اللي متواجدة فيها الجمعيات ومجتمعات جمعيات المجتمع المدني. تأكيد لبعد الجهوية على مستوى الفعل المدني والفعل الحقوقي داخل جهة العيون الساقية الحمراء. طبيعة الحال هو ليس انطلاقة وإنما هو أيضا تثمين للمجهودات التي قمنا بها، وهي أيضا فرصة للتحسيس والرفع من مستوى النقاش لينفتح على حقوق جديدة وليبعث من جديد روح الدينامية المعتمدة في المجتمع المدني وفي المنتخبين والمؤسسات والفرقاء. على كل حال رواق جهة العيون الساقية الحمراء الذي يتربع في مقدمته أروقة جهات المملكة الاثني عشر اتخذ من الخيمة الصحراوية مقرا له، معتمدا على مختلف الوسائط للتعريف بمحتوياته التي همت أساسا إبراز التنوع الإيكولوجي والمشاريع البيئية التي تدخل في صلب النموذج التنموي الخاص بالجهة، مع التذكير بمخرجات القمة القبلية بالعيون بما فيها إعلان العيون، مع التركيز على القيمة المضافة التي شكلها فوز مدينة العيون بجائزة السلام البيئية المقدمة من طرف منظمة المدن العربية. احنا كأحدى الحساسيات المدنية اللي تشتغل على هذه تيمة التغييرات المناخية، وجودنا هو بالضرورة بمكان باعتبار عن قمة مراكش للتغييرات المناخية تعرف توافد أو مشاركة وازنة للمجتمع المدني العالمي والحركات المدنية العالمية ذات الصلة بالتغييرات المناخية. وإحنا كأحد المكونات اللي شاركت في القمة القبلية للعيون اللي مرقنا مجموعة توصيات ومجموعة نداء العيون وجينا هنا للترافع من أجله ضمن الفريق اللي يعني اللي نتقاطعوا مع الجهة في تحقيق هذه الأهداف. هذا الرواق يعني محتواه الأساسي يركز بالدرجة الأولى على أهم المعطيات التي تعنى بجانب التغيرات المناخية، سواء ما تعلق منها بمؤتمر القمة القبلية اللي تم تنظيمه يومي 19 و20 أكتوبر المنصرمين بمدينة العيون، أو أيضا يعني حضور البعد البيئي والتغيرات المناخية ضمن النموذج التنموي الجديد، إلى جانب أهم البنيات التحتية التي تساهم في الحد من خطورة التغيرات المناخية، سواء ما تعلق منها بالطاقات الريحية كأكبر استثمار الآن في الأقاليم الجنوبية. على مدى 12 يوما إذن ستسعى جهة العيون الساقية الحمراء إلى إبراز التجارب المحلية وتقديمها للعالم، مع كسب المزيد من الخبرة من خلال الإطلاع على التجارب العالمية الرائدة في مجالي البيئة والتغيرات المناخية. وعن جهة العيون الساقية الحمراء تحضر العديد من فعاليات المجتمع المدني التي تعرض داخل أروقة المنطقة الخضراء لتجاربها في المجال البيئي، والنموذج شبكة جمعيات خنيفيس عن إقليم طرفاية ومجموعة البحث والدراسات حول ساحل الصحراء عن إقليم العيون. ريبورتاج محمد مصطفى خيا وصالح رقيب. عن جهة العيون الساقية الحمراء وبالضبط عن إقليم طرفاية تشارك شبكة جمعيات خنيفيس ضمن قمة المناخ كوب 22، وهي واحدة من الشبكات التي تشتغل سواء وطنيا وكذا دوليا على محاور التنمية المستدامة والسياحة البيئية والتغيرات المناخية وكذا الوقوف على مختلف التأثيرات ذات الصلة بالمناطق الرطبة والتنوع الإحيائي. ويسهر ممثل الشبكة خلال هذه القمة الدولية على إبراز سبل تطوير السياحة البيئية كرافعة للتنمية الجهوية وخلق مشاريع مستدامة مع مكونات المنطقة. مشاركتي في قمة المناخ المنظمة من مراكش تتلخص إبراز المؤهلات البيئية للمنتزه الوطني خنيفيس داخل جهة العيون الساقية الحمراء وإدماجها في المخطط التنموي، على أساس أن السياحة البيئية يمكن أن تكون رافعة للتنمية داخل الجهة. تجربة أخرى رائدة في مجال التنمية المستدامة والتربية على البيئة داخل جهة العيون الساقية الحمراء هي مجموعة البحث والدراسات حول ساحل الصحراء بدورها تشتغل خلال كوب 22 على إبراز عمل المجموعة بخصوص البحث العلمي في المجال وكذا تدبير الموارد
البيئية بالجهة وحماية شجر الطلح وتربية النشء على السلوكات صديقة البيئة. حاضرين بمعرض رواق يعني يشرح ثقافة المناخية عند الصحراء اللي هي ثقافة يجب تثمينها، وحاضرين كذلك بمجموعة من الإصدارات الأخيرة فيها يعني دليل العيون للتغيرات المناخية، فيها دراسات على الساحل السواحل الصحراوية وكذلك دراسات حول الماء والندرة إلى غير ذلك. هي مشاركة متميزة لجهة العيون السقية الحمراء بالمنطقة الخضراء على هامش كوب 22 بممثليها عن المجتمع المدني والناشطين في المجال البيئي، وذلك لعرض تجاربهم في هذا المجال. وينضم إلينا من مراكش زميل إبراهيم جدود، حيث يستضيف السيد حمدي ولد الرشيد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء لنتابع. نعم زميل السلك الزبير، وكما أشرت إلى ذلك يحضر معي كضيف السيد سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء. إذن سيد الرئيس، وبعد الترحيب بك على شاشة قناة العيون، نريد أن تقرب المشاهد الكريم من طبيعة مشاركة جهة العيون في هذه القمة المناخية العالمية، سواء من خلال الرواق الذي نتواجد أمامه الآن أو من خلال يعني مشاركة الجمعيات المنتمية للجهة في الفضاء الأخضر. شكرا. مشاركة جهة العيون الساقية الحمراء في قمة المناخ، مكوناتها هما اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي للعدالة المناخية والمركز الجهوي للاستثمار، يعني هذه مكونات الوفد الممثل لجهة العيون الساقية الحمراء. المحاور اللي كنشاركوا بها داخل الرواق هي ثلاث محاور. المحور الأول ألا هو نداء العيون، بريكوب ديال العيون اللي أشرفت عليه جامعة الحسن الأول بسطات، واعتمد من لدن اللجنة الدولية المشرفة على القمة. والمحور الثاني هو المحافظة وحضور الجانب البيئي داخل نموذج تنموي اللي أعطى انطلاقته جلالة الملك مناسبة الذكرى الأربعين. والمحور الثالث وهو المحافظة على المعطى الإيكولوجي داخل الجهة. إذن سيد الرئيس، يعني بالإضافة إلى ما ذكرت، ماذا عن الأنشطة الموازية، الأنشطة التي تأتي يعني على الهامش وتكتسي أهمية كبيرة، خصوصا بأنه لاحظنا بأن مشاركة جهة العيون الساقية الحمراء في هذه التظاهرة العالمية تحظى باهتمام كبير من خلال يعني التغطية الإعلامية، وكذلك من خلال حضور مجموعة من الشخصيات الدولية والوطنية بشكل مستمر لمختلف الفضاءات التي تشارك بها جهة العيون الساقية الحمراء. طبيعي جدا، لأنه طبيعة هذا النوع من المنتديات أو من القمم العالمية المهم فيها وهو النشاطات الموازية للقمة. الوفود لا الوطنية ولا الدولية اللي كتزور رواق الجهة هي شخصيات وطنية، كيف رئيس جمعية الجهات، الوفود الدولية الأخرى، لأنه تبادل الأفكار ويعني إبراز مؤهلات والتجربة الجهوية البسيطة اللي عندنا بوئتنا مكانة مهمة لما ينادي به الحوارات اليوم والنقاشات داخل يعني قاعات الحوارات كاملة اللي كاينة داخل قمة المناخ. جميل. إذن السيد الرئيس، من 7 إلى 18 نوفمبر الجاري، 12 يوم من العمل، من اللقاءات، من الاشتغال، من الأنشطة المكثفة. سؤال مطروح، ماذا بعد كوب 22؟ يعني عند نهاية التظاهرات أكيد ستشكلون يعني صورة عامة عن أو تأخذون فكرة عامة عن التجارب الدولية، كذلك تكون قد يعني أطلعتم العالم على التجارب الجهوية. كيف يمكن بلورة كل هذا على أرض الواقع مستقبلا في مخططات مجلس الجهة؟ نتمنى جاهدين ما بعد القمة أننا نستقطب بشكل أكثر استثمارات دولية كبيرة في إطار الطاقات المتجددة، ونبرز صورة مؤهلات الجهة ثقافة لا مدبرين الشأن الجهوي ولا مجتمع مدني
ولا مكونات إدارية قطاعات حكومية، أننا الحضور البيئي حاضر في كل مفاهيم تدخلاتنا تجاه المواطن. هذا ما ينادي به العالم من خلال القمة. نحن في تجربتنا البسيطة بدينا نتأطروا ونفهموا العالم، تجربتنا البسيطة أننا هذا اللي ينادي به العالم نحن على الخطأ، ومستقبلا سوف يكون في صلب اهتماماتنا. نترجو إن شاء الله أخيرا وليس آخرا أننا نحصل على نتائج مهمة، وهي في عملية استقطاب مستثمرين في الجانب الطاقات المتجددة بشكل أكبر، لأن مؤهلاتنا تسمح بشكل هيئة باش كانوا يعودوا هذه الاستثمارات تترجم إلى أرض الواقع. إذن سيد سيدي حمدي الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. مشاهدينا الكرام، نعود إلى زميل سارك زبير في استوديو الأخبار. ومن صناعة الحدث بمراكش إلى مجال الصناعة التقليدية بالداخل، إذ يعرض لمنتوجات النسيج الجمعوي والتعاوني في المعرض الجهوي للصناعة التقليدية. اليوم أشرف والي جهة الداخل وادي الذهب مرفوقا بعدد من المنتخبين والسلطات المدنية والعسكرية على افتتاح النسخة 13 للمعرض الجهوي للصناعة التقليدية، ويعرف مشاركة عارضين وصناع تقليديين قادموا من مختلف مناطق المملكة. المزيد في متابعة لبكار دليمي ومحمد يداس. إعطاء الانطلاق للنسخة 13 من المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بالداخلة، عارضين وصناع تقليديون جاءوا من مختلف أرجاء المملكة، والهدف عرض والتعريف بهذه المنتجات التقليدية المختلفة، صناعات جلدية، أواني فضية وأخرى خشبية كانت ضمن المعروضات خلال هذه النسخة. الهدف منه هو خلق فضاء للصناع المحليين والوطنيين لعرض منتجاتهم وبيعها، ثانيا تبادل الخبرات بين الصناع، كما يهدف هذا المعرض إلى التعريف بالجديد في هذا القطاع. هذا المعرض الذي اعتادت غرفة الصناعة التقليدية على إقامته كل سنة برسم جهة باسم جهة الداخل وادي الذهب، يتخلله عدة رواقات من عدة أقاليم المملكة، وهو فرصة للاحتفال بالمشاركة بالاحتفال في ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، وكذلك هو احتفال بالصانع التقليدي واحتفال بأهل الفن وأهل المعرفة. المعرض فرصة للصناع التقليديين للتعريف بما صنعته أناملهم من منتجات تقليدية. الصناعة التقليدية بالأقاليم الجنوبية كانت حاضرة خلال هذه النسخة من خلال عارضين من العيون بوجدور الداخلة والسمارة. يمثل اللي هو صانع تقليدي، يمثل صناعته باش تبان في الإداعة، باش تنعطى عليها، كاين الكليان اللي يجوه من كل بلاصة يشوف هذيك الصناعة التقليدية، وكتجي الكليان من كل بلاصة. تراثنا هذا اللي متباركين معاه، ما نبقوه انقرضوا، لا نبقوه كنتم متباركين معاه ونطوروه، عدنا نطوروه. تقاليدنا احنا الاولى من عند ركوبنا لبني خيمتنا اللي كامل احنا متحافظين عليه ونعرفونا متحافظين عليه، وعدنا مولي نطور مولي الصناعه التقليديه نطوروه كل مجال نطوروها فيه. احنا ديما تنشاركوا في هذا المعرض، جينا باش نعرفوا بالمنتوج ديالنا ونتعرفوا على المنتجين الاخرين. وهذا المنتوج ديالنا اللي هو عباره عن منتوجات نباتيه هي القفه، لان القفه هي دابا الحاليا هي اللي مطلوبه. جمهور كبير من مختلف الأعمار حج لهذا المعرض السنوي للتعرف على المنتجات التقليدية والمساهمة أيضا في تشجيع الصناع التقليديين على الإبداع وتطوير هذه الحرفة. إلى سمارة عقد بها مكتب المجلس الإقليمي اجتماعا خصص لتدارس وتتبع حصيلة سيول وادي الساقية الحمراء بفعل التساقطات المطرية الأخيرة. الاجتماع حضره إلى جانب مكونات المجلس رؤساء المصالح الخارجية، ويقربنا من تفاصيله روبورتاج ليوسف زعواطي ومبارك الباز. ملفان أساسيان على جدول أعمال مكتب المجلس الإقليمي في اجتماعه هذا الصباح: تدارك الخسائر المادية لسيول وادي الساقية الحمراء التي طالت مدخرات الناس والمنشآت الفنية على الطريق الوطني رقم 14
وبنفوذ الجماعات الترابية التي عزلتها سيول الوادي بشكل نهائي. مداخلات اللقاء خلصت لجملة توصيات عملية تعزز في مجملها التدخل الميداني بالمناطق المستهدفة. خرجنا من مجموعة من التوصيات الهامة، وخاصة يعني ضرورة يعني وهذا بشكل استعجالي عقد لقاء تشاوري، عقد لقاء يعني يلخص والله يشخص المتضررين ويحددهم من هذه الفيضانات، لقاء مع السلطات ومع المنتخبين ومع يعني الجهات المعنية في أقرب الأجل. هذه توصية الأولى. توصية الثانية هي أعلننا تكلمنا على الأضرار الناجمة عن هذه الفيضانات، وخاصة فيما يتعلق ببناء السدود. أعرف قليل من أسمار، أعرف فيضان أو حمولة ديال واد ساقي الحمراء اللي كانت تقصى صبيب ديالو 340 متر مكعب في الثانية، واللي عرف حوالي يعني مرور ديال 150 مليون متر مكعب في هذه الفترة. هذه الفيضانات بالفعل كانت جابت معها أضرار على مستوى البحيرات التلية بالإقليم الخمس. أهم نقطة الأساسية اللي ركزنا عليها وهي تعويض المتضررين، من جهة تعويض مادي وتعويض معنوي، من جهة ثانية ثمن عاليا المجهودات الجبارة والاستثنائية اللي بذلتها السلطة الإقليمية ممثلة السيد عام الإقليم، وفي المصالح الخارجية خصوصا المصالح ديال التجهيز ومصالح ديال الحوض المائي. أشغال مكتب المجلس واصلت الحديث عن المخطط الجهوي للتنمية الذي انطلقت أولى مشاوراته من إقليم السمارة في محطة لتقاسم وتركيب خلاصات اللقاءات التقنية الخاصة ببلورة المشاريع المزمع إنجازها ضمن هذا المخطط. ومن المناقشة إلى الميدان، وارتباطا بحركية السير على الطريق الوطنية رقم 14 قرب السمارة، تجاوز عدد العربات التي مرت بها 16,000 سيارة وشاحنة تسهر على تنظيم السير بها على مستوى وادي الساقية الحمراء منظومة كاملة من المتدخلين. ريبورتاج التالي للسالك رحال ومبارك البعث. لا زالت العديد من العربات والشاحنات القادمة عبر الطريق الوطني رقم 14 تتراءى في الأفق ناقلة البضائع والمسافرين عبر تراب الجهات الجنوبية الثلاث ونحو الدور الإفريقية، لكن لها وقفات منظمة عند ضفتي وادي الساقية الحمراء من أجل تسهيل مرورها شمالا وجنوبا، حالة جعلت من القائمين على المجلس الجماعي للحوزة بالإضافة لعدد من المنتخبين وفعاليات من المجتمع المدني إلى الترحيب بعابري هذه الطريق وإرشادهم حول وضعيتها مع تقديم بعض المساعدات والاستشارات بإمكانية محدودة تتجاوز المتوفرة عند المجلس الجماعي لجماعة حوزة القروية. نرحب بمستعملي الطريق الوطنية رقم 14 ونتمنى لهم سفر سعيد إن شاء الله، وهذا أقل شيء نقدر نعدلوه لهم ونساندوهم. الحوزة هذا دورها سهرانة من أجل طريق 14 من أجل تساعد العابر الطرق وتساعد الناس اللي جاية شيء من كل العالم تقاطن علينا، وهذا دور نحن المنتخبين. حقيقة هذا ليس بجديد، ولكن هذا المستوى العالي من المسؤولية في تدبير العمل التشاركي الذي يربط ما بين المجتمع المدني والمنتخبون والسلطات المحلية، كرست هذه السلطات ومن خلالها حقيقة سلطات الإقليم وجماعة حوزة هذا المبدأ، وبالتالي نحن نثمن ونتمنى التوفيق والنجاح الحقيقة في هكذا برامج حتى نرقى جميعا إلى مستوى تطلعات هذا الإقليم. مطالب عدة يرفعها المجلس الجماعي لحوزة بالإضافة لعدد من منتخب الإقليم إلى الجهات المختصة من أجل الإسراع في إيجاد حلول لوضعية الطرق بنفوذ الجماعة بعد تعرضها للعديد من آثار التلف بفعل الأمطار والسيول الأخيرة. الحمد لله هذه الأمور موالفة في البلايص الحدودية، تشوفها في سبتة، تشوفها في الأماكن الحدودية. جماعة حوزة الحمد لله اليوم بينت عن علو كعبها وظهرت على مستواها، جميع الأعضاء الحمد لله رعاهم، ما بغى يتكلوا الأمر على أحد، رعاهم خدامين. انطالبوا هذه الجماعة تعاون، يعدلوا القناطر، يعدلوا الطريق، تعاون، تبدأ دراسة من اليوم دراسة تبدأ، وتوفى هذه الدراسة مستعجلة باش هذه الجماعة تمكن من قوم بدورها وتفك العزلة الحقيقي، لأن ذلك رأي الجماعة الحقيقة رأي في عزلة. وطالب الجهات الرسمية والمركزية بأنها
تنظر لعل تكرر هذه النازلون نبغوا هذه الطريق الوطنية رقم 14 تعود طريق في مستوى طريق دولية ما هي طريق وطنية. وفي انتظار استجابة الجهات المعنية للمطالب الملحة للمجلس الجماعي لجماعة حوزة القروية، تم تسجيل أجواء من التكافل والتضامن التي تطبع المجتمع المغربي عند حلول الأزمات الطبيعية التي تجاوزها رهين بتضافر جهود كافة المتدخلين على المستوى المحلي الجهوي والوطني. ومن حوزة الجماعة القروية إلى الحوزة العلمية الدينية بالعيون، نظم المجلس العلمي المحلي حفل نهاية التكوين في مادة الفقه المالكي بعد 6 سنوات من التكوين والتعلم استهدفت نساء الإقليم. في المتابعة السالك بوجدور ومحمد مشناه. 6 سنوات من دروس التكوين والمعرفة في فقه النساء على المذهب المالكي تلقينا فيها المتكونات دروسا تتعلق بأحكام الصلاة والزكاة والحج، فضلا عن تلقينهن أحكام تفسير القرآن الكريم. طوال هذه السنوات استفدنا كثيرا، لا من الجانب الدروس الخاصة بالصلاة ولا بالدروس الخاصة بتفسير القرآن الكريم. وهذه السنة إن شاء الله سنكمل الدروس التي بدأناها في تفسير سورة النور، وكذلك في تتمة الدروس المرتبطة بالصلاة والزكاة. فالحمد لله منذ 6 سنوات كان لدينا وقفات مع كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، أيضا نستأنس بمنظومة ابن عاشر، وأيضا هذه السنة المستجد هو ما يسمى بمادة آية الأحكام، نأخذ بعض الصور القرآنية ونستخرج منها بعض الأحكام الفقهية مثل سورة النور، وكذلك فقه الحديث انطلاقا من الأربعين النووية. والحمد لله هذا العلم عاد يعني بالخير والبركة على النساء المستفيدات، نسأل الله عز وجل أن يتمم هذا العمل بخير وأن يجعله خالصا لوجهه. 6 سنوات دأبنا فيها المتكونات على التعلم والتكوين في مواد الفقه على المذهب المالكي نظمها المجلس العلمي المحلي للعيون، توجت ثمرة نتائجها بحفل تم خلاله توزيع شواهد الاستحقاق على نساء يرين في التكوين الفقهي سبيلا أمثلا لضبط الشعائر اليومية التي أمر بها ديننا الحنيف. تربويا وبقليميم وفي خضم الأنشطة المخلدة لذكرى المسيرة الخضراء، سطرت العديد من المؤسسات التعليمية برامج احتفالية بهذه الذكرى الوطنية. في المتابعة اياد سرتي حافظ محضار ومحمد فاضل عبيدة. بباحة هذه المؤسسة التعليمية يبدع هؤلاء التلاميذ في رسم لوحات فنية تحتفي بذكرى المسيرة الخضراء، عروض استحضرت لحظات راسخة في الذاكرة من هذه الملحمة الوطنية تفنن الصغار في تسييدها من خلال مسيرة مصغرة أعادت إلى الأذهان صور المسيرة الخضراء. اليوم نحن في لحظة من اللحظات في مسيرة من المسيرات في استمرار الدرس التربوي بخلاصات وطنية منذ نداء الحسن الثاني رحمه الله، صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء. ها نحن اليوم نتواثر في عملية تلقين هذا الدرس من خير سلف لخير خلف، خدمة لهذا الوطن، خدمة للتنمية دياله، خدمة لاستمرار الصوت في الآذان، استمراره في القلوب، تجسيده في الواقع من خلال الدمج بين الماضي والحاضر والمستقبل. بهذه المناسبة جمعية 3 مارس تخلد ذكرى المسيرة الخضراء لترسيخ حب الوطن في أبنائها، فشكر موصول لكافة المنظمين وأطر مدرسة 3 مارس. هي احتفالية إذن بدلالاتها الرمزية استحضرت صورا خالدة من هذه الذكرى الوطنية، ملحمة تثورت مشاهدها التاريخية الأجيال المتلاحقة. إلى شأن الرياضي، نظمت عصبة سوس الصحراء ونادي أمل تيزنيت للكرة الحديدية الدورة الرابعة لكأس المسيرة الخضراء
الدولي بمدينة سيزنيت، تظاهرة عرفت مشاركة مهمة لعدد من الأندية في المتابعة. عمر ميارة وعبد الرحيم حاج. بمشاركة مهمة لأزيد من 200 ثلاثية يمثلون مختلف الأندية والعصابة إلى جانب ثلاثيتين من موريتانيا كانوا على موعد مع بطولة كأس المسيرة الخضراء للكرة الحديدية المنظمة هذه السنة من طرف نادي أمن تيزنيت وعصبة سوس الصحراء، حيث انطلقت هذه التظاهرة بحفل افتتاح أعطيت خلاله انطلاقة المنافسات والتي احتدمت على مدى يومين بفضاء مغرسة الزيتون. الكاس اللي كانت تتزامن مع تخريج الشعب المغربي قاطبة لعيد المسيرة الخضراء، المشاركة كانت مشاركة قوية بطبيعة الحال لأن عرفت مشاركة مختلف العصب المكونة للجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية، وعدد الفرق المشاركة تجاوزت 200 فريق بالإضافة إلى الشقة موريتانيا اللي أبت أن تشاركنا هذا الاحتفال. C'est très 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 beau, c'est une très belle organisation. Je félicite tout le monde parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique. اليوم الثاني احتدمت المنافسة بين أقوى الأسماء والمتمرسات دوليا ضمن المنتخب المغربي لهذه الرياضة، حيث تميزت الأطوار النهائية بالتشويق والإثارة والندية لتفرز نهائي محلي بعد إزاحة بني ملال في نصف النهاية وتأهل أبطال نادي تيفلت للمباراة النهائية، تتويج محسوم بطابع محلي بكأسي البطل والوصيف رغم اختلاف طرفي النزال. الحمد لله تظاهرة ديال كأس المسيرة الحمد لله نجح 200%، داكشي اللي تمنينا اللي تمنى فيه راه وصلنا، لا في الناحية ديال التنظيم ولا الناحية ديال المشاركة ديال الأندية. أحسن اللاعبين كانوا مشاركين وتمكننا من الوصول إلى النهاية بجوج فرق من نادي الصداقة لتيفلت. النهاية كما شفتوا كانت شوية عصيبة شوية وتمكننا من الفوز في الأخير. شاركنا بخمسين ثلاثية يعني في المرتبة الثانية من ناحية عدد الثلاثيات من رأس الصحراء يعني العصبة المنظمة من خلال نظرتنا التقنية لهذه المباراة شفنا مجموعة ديال الأبطال. بتتويج البطل والوصيف من نادي تيفلت وتكريم الفعاليات المساهمة في تنظيم هذا الموعد الرياضي تكون مدينة الفضة تيزنيت قد كسبت الرهان في إنجاح النسخة الرابعة لفعاليات البطولة تنظيما ومنافسة. في الرياضة دائما نظمت الجمعيات الرياضية بجهة الداخل وادي الذهب لقاء تواصليا مع المندوب الجهوي لشباب والرياضة بالجهة. اللقاء كان فرصة لطرح القضايا والمشاكل الرياضية التي يعاني منها القطاع والشباب بشكل خاص، كما كان فرصة أيضا لطرح المواضيع العامة والنقاشات الهادفة للبحث عن الحلول لهذه المشاكل. على البنيات التحتية الرياضية بجهة الداخل وادي الذهب كانت أيضا ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها من طرف الجمعيات الرياضية من ملاعب قرب وساحات وقاعات مخصصة لمختلف أنواع الرياضة. أما الآن فإلى جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد في تقرير السالك بوجدور. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الجمعة من يومية أخبار ساعة، وكتبت بأن الاتحاد البرلماني الإفريقي يرحب بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، هذا ما أكدته ماري أونج لوكيانا النائبة الوطنية ورئيسة وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية في كلمة بمناسبة اختتام أشغال المؤتمر 39 لرؤساء الجمعيات الوطنية للاتحاد البرلماني الإفريقي. وأضافت آخر ساعة أن أعضاء الاتحاد البرلماني الإفريقي يعتبرون أن من شأن هذه المبادرة أن تعزز مسلسل بناء إفريقيا موحدة ومزدهرة، مشيرة إلى أن الاتحاد يشيد أيضا بالمشاريع وديناميت الإصلاحات التي أطلقتها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة بفائدة تعزيز المسلسل الديمقراطي بالبلاد. يومية أخبار اليوم كتبت في عددها الصادر يوم غد الجمعة: يلتقي ماريانو راخوي رئيس الحكومة الإسبانية يوم 16 نوفمبر
الجاري الأمين العام المستقبلي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز. وذكرت أخبار اليوم بأن مصادر لم تخفي إمكانية أن يكون موضوع الصحراء فوق طاولة النقاش، خاصة أن اللقاء المرتقب بين الطرفين سيأتي مباشرة بعد الزيارة التي سيقوم بها رخوي إلى المغرب في 15 من هذا الشهر للمشاركة في مؤتمر المناخ بمراكش. ومن صحيفة هسبريس نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف، وكتبت بأن المغرب قوة ناعمة وواشنطن تراهن على الرباط، هذا ما كشفه الباحث الأمريكي ديفيد فيليبس الباحث في جامعة كولومبيا حول حديثه عن مستقبل العلاقات المغربية الأمريكية. وقال فيليبس إن الولايات المتحدة تولي أهمية كبيرة لعلاقتها مع المملكة، مبرزا في هذا السياق أن الرباط تلعب دورا كبيرا في إفريقيا خاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب والتطرف، مضيفا أن المغرب يعتبر قوة ناعمة، هذا ما يجعله يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للإدارة الأمريكية المقبلة. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد محمود والمحمد لمين والسيدات عن عمر يناهز 67 عاما، فقيد ينتمي لقبيلة الأنصار إديبوسات أهل نوح. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم الشيخ محمد أحمد ولد القائد دحمان ولد بيروك عن عمر يناهز 59 عاما، فقيد ينتمي لقبيلة تيت موسى وعلي. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة فاطمة بنت محمد ولد عبيد ذار عن عمر يناهز 84 عاما، فالفقيدة تنتمي لقبيلة تركز. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة كلثوم بنت عمار ولد المعلومة الملقبة بالليتة عن سن يناهز 80 عاما، فقيدة تنتمي لقبيلة الشرفاء رقيبات ولا الطالب، وكانت قيدة عرفت قيد حياتها بذماتة الخلق والورع والتقوى. تغمد الله الجميع بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته ألهم ذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما اللحظة فإلى الورقة الخاصة بأحوال الطقس غدا إن شاء الله. سيظل الطقس مستقرا مع مرور السحب العليا جنوب المنطقة وبعض السحب المنخفضة شمال غرب البلاد. درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله 20 درجة بالرباط، 22 بسيدي فني، 28 بكل من قليميم وطنطان، 25 بآسة، 24 بالزاك، 23 بطرفايا، 26 بالعيون، 24 متوقعة بالسمارة، و 26 ببكراع، 24 من المنتظر أن يسجلها بجدور، 24 بقلتة زمور، 26 متوقعة بكل من المطريقة والداخلة، 28 بأوسرد، 32 من المنتظر أن تسجل بالقويرة، 4 وعلو الموج ما بين أسفي والطرفية سيكون البحر هائج إلى قوي الهيجان وسيتراوح ما بين 3 متران إلى مترين. شروق الشمس غدا إن شاء الله على الساعة 7:14، غروبها على الساعة 6. حالة الطقس ببعض المدن المجاورة والعواصم، بالعاصمة الرباط 20 درجة، 32 متوقعة بنواذيبو، 34 بالعاصمة نواكشوط، و24 متوقعة بتندوف. ولمن فاتته مضامين النشرة إليكم العناوين. متابعة إعلامية دولية لمضامين الخطاب الملكي السامي.